مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن حباية مهمة جدا للإنسان، ليا كإنسان، ومهمة كمان جدا لطيور الزينة. فالنهاردة هنتكلم عن أهميتها بالنسبة لطيور الزينة، لأنها بتحتوي على مجموعة كبيرة جدا من المعادن والفيتامينات. الحباية دي بتحتوي على معدن النحاس والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد والسيلينيوم والزنك، الزنك والمنجنيز والمغنيسيوم. الحباية دي موجودة عندنا في كل بيت، وتتقدم للعصافير بثلاث طرق. من أهم فوائدها كمان إنها بتطرد الفاشي اللي موجود عندك في العش أو على جسم الطائر، وكمان بعض الحشرات. الحباية دي زي ما حضراتكم شايفين كده هي الحلبة. الحلبة ممكن إن أنا أقدمها بثلاث طرق للعصافير، ممكن عن طريق الحلبة المستنبتة. وطريقة الحلبة المستنبتة بكل سهولة إن أنا بجيب شوية حلبة أحطهم في طبق لمدة 3-4 ساعات منقوعين في المية، بعد كده أصفيهم من المية وأغطيها لتاني يوم. أجي تاني يوم نفس الكلام، أغسل الحلبة بالمية، أسيبها ساعة أو ساعتين، وبعد كده أصفيها من المية وأغطيها. هتبص تلاقي في اليوم اللي بعده بدأ الاستنبات بتاع الحلبة. عايز تعمل كده لليوم الثالث، هتبص تلاقي الحلبة كبرت عندك أكتر. بعد كده بتبدأ تقدمها للطيور مستنبتة. طيب هتقول إن الطائر عندي مش واخد عليها، الطيور بتاخد عليها لو أنت قدمتها دايما بعد ما تفطم أو العيال من أمهم هيتعودوا عليها. كمان أنا بحطها جوه العش علشان خاطر بتمنع الفاش، يعني لما بحطها تحت النشارة بتخلي ريحة العش كله حلبة، بتطرد أي فاش أو أي حشرات. كذلك برضو إن بيطلع ريحتها على جسم العصفور، فبيطرد الفاش من جسمها أو أي حشرات تبقى واقفة على جسمها. الطريقة التانية إن أنا أقدمها مطحونة، يعني بطحن الحلبة في الخلاط كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين كده لغاية ما تبقى ناعمة خالص، وبعدين ارشها على الاكل اللي هم بياكلوه الحبوب بتاعتهم، الويلكم والفرارس والدنيبه. طيب لما بترشها على الاكل هم بييجوا ياكلوا، فبتدخل الحلبه الناعمه دي داخل بقهم وهم بيقشروا الاكل زي ما حضراتكم شايفين كده. يبقى دي الطريقه التانيه. الطريقه التالته ان انا بجيب الحلبه وانقعها في ميه لتاني يوم، او ممكن تبقى مغليه، لكن الافضل انك تنقعها، تحط معلقه في كوبايه وتسيبها لتاني يوم. هتشوف زي ما حضرتك شايفها كده ايه، بعد ما اتنقعت هتبدا تحطها في المشربيه، يعني في النسقه بتاعتهم، وتقدمهم للعصافير. يعني الحلبه بتتقدم بكذا طريقه، بثلاث طرق، وتقدر توصل فايدتها الكبيره قوي قوي للعصافير. كمان هي محفز قوي جدا للذكور، لانها بتحتوي على السيلينيوم وموجوده عندنا في كل بيت. عود دايما عصافيرك على الاكل المستنبت من صغرهم. طيب لو العصافير عندك ما قربتش منها وهي مستنبته، حاول تجوعها شويه، تمام، وقدم لهم الحلبه المستنبته، بقى ان هم ياكلوا واحده واحده. طيب هتلاقي كمان هيبقى هم عليهم اقبال على ان هم ياكلوها مستنبته. امتى؟ اثناء الرضاعه، يعني ممكن العصفور ما يقربش منها خالص في الايام العاديه، لكن لما بيجي يرضع الزغاليل تبص تلاقي لو انت حطيت حلبه مستنبته يبدا ياكلها، حطيت قمح مستنبت منقوع يعني هيبدا ان هو ياكله. ليه؟ بيبقى عايز ياكل جميع انواع الاكل اللي قدامه، الطاري بالذات، علشان خاطر يرضع عياله الصغيره. بيحب ان هو ياكل الاكل الطري زي البيض، زي القمح المنقوع، زي الحلبه المستنبته، ده بيفضلها جدا جدا اثناء الرضاعه بالذات. وبعد كده هتبص تلاقي هو خد عليها، هتلاقي ان العصافير اللي عندك اللي ما كانتش بتاكل حلبة خالص، هتلاقي بعد ما تفطم عيالها هتلاقي خلاص ان هي خدت عليها. يبقى دي طريقة من الطرق اللي انت ممكن تقدمها لعصافيرك اللي مش عايزة تقرب ناحية الحلبة المستنبتة ابدا، بتقدمها لها في فترة
وهي بترضع أولادها الزغاليل. طيب كمان بعد ما تفطم الزغاليل عندك بتقدمها بقى الحلبة المستنبتة كده للزغاليل وهي صغيرة، بتعودهم عليها بقى وهم صغيرين، تعود الزغاليل وهم صغيرين كده عليها، فيبدأوا ما هم يكبروا خلاص بقى يتعودوا عليها وياكلوها عادي. يبقى الحلبة زي ما قلت لحضراتكم مهمة جدا جدا، تحتوي على العديد من الفيتامينات وعلى العديد من الأملاح المعدنية والمعادن، وكمان مهمة جدا للتخصيب. هتلاقي إن شاء الله لما تستخدم الحلبة هتلاقي فيه إنتاج عندك كويس جدا جدا من البيض المخصب، مش هتلاقي بيض عندك رايق طول ما أنت بتستخدم الحلبة. وكمان خلي بالك السيبيا زي ما حضرتك شايف كده دي ما تفرقش القفص أبدا، لأن هي بتحتوي طبعا على بتمد العصفور بالكالسيوم علشان خاطر بالذات النتاية علشان البيض. لو لقيت بقى لو السيبيا مش موجودة في القفص هتبص تلاقي العصفور بيقعد ينقر في الحيطة، بيبقى عايز كالسيوم بأي طريقة يقعد ينقر في الحيط. فأنت لازم دايما في عندك السيبيا في القفص. من المهم جدا إنك دايما تمد عصافيرك بالذات الذكور على المواد الغذائية اللي بتحتوي على السيلينيوم، أو ممكن إن أنت تشتري لهم على طول السيلينيوم جاهز. أنا بجيب حبوب من الصيدلية اسمها سيلينيوم ASE، العلبة دي ب 43 جنيه تقريبا. أنا جبت شريط واحد، هو ثلاثة العلبة فيها 3 شرايط، أنا جبت شريط واحد ب 15 جنيه، العلبة تقريبا ب 47 جنيه أو ب 46 جنيه، جبت شريط واحد ب 15 جنيه في 10 حبات. بجيب الحباية بحطها في لتر مية وببدأ إن أنا أقدمها للعصافير لمدة 5 أيام، وأنا عملت فيديو عن الموضوع دوت. صراحة بتجيب يعني نتيجة ممتازة جدا جدا، بدل ما تجيب بقى ازاي السيلينيوم جاهزة من الصيدلية البيطري وكلام من ده وتبقى غالية شوية عليك. فأنا جبت السيلينيوم دوت لقيته ممتاز جدا جدا، طبعا بجانب استخدام الحلبة. بشكركم وبتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس. كان معكم أحمد عاطف، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.